الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد الحبيب المحبوب وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وانتهج نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. سؤال الحقيقة هو سؤال غلط، لكن سأجيب عنه لأصححه. وبعض الأسئلة أنا أختارها لأنها يعني تدور في خلط كثير من الناس. السائل يسأل يقول: هل كان الجويني أشعريا ثم أصبح مفوضا في آخر حياته؟ يعني لماذا غلط السؤال؟ كأنه يقول: هل كان الجويني أشعريا ثم أصبح أشعريا في آخر حياته؟ لم يتغير شيء، هذا جاء من الوهم الملبد في عقول السلفية، وبعضهم دخل إلى أهل السنة، أو بعضهم دخل إلى تفويض الحنابلة، وعنده في عقله ركام كبير من ركام الوهابية. هذا الركام يقول: الأشعرية هم أهل التأويل، وما دام أشعري إذن لابد أن يؤول غير صحيح. التفويض والتأويل وجهان لعملة واحدة يشكلان مذهب الأشعرية، لأنك بالخيار وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذا مذهب الأشعرية. فأنت بالخيار المطلق، إذا اخترت هذا فأنت أشعري، أو اخترت هذا فأنت أشعري. إذن السؤال غير صحيح. ما هو السؤال؟ هل كان الإمام الجويني مؤولا في أول حياته ثم صار مفوضا بعد ذلك؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، بل أزيدك من الشعر بيتا، ألا وهو: نحن جميعا الأشعرية اعتقادنا في ما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى ولخاصتنا ربما اختار كثير منا التفويض ورجحه على غيره لأنه أسلم. وإن كنت أنا لا أرتضي هذا، أنا لا أراها مذهبين، أرى التأويل والتفويض شيئا واحدا، وهو ماذا؟ درء الفتنة وتنزيه الله سبحانه وتعالى ووصفه باللائق من الصفات، إن بتأويل إجمالي كما فعل السلف أو بتأويل تفويضي كما فعل الخلف. التأويل الإجمالي سموه التفويض، والتأويل التفصيلي هو التأويل. لكن القضية المشكلة التي سجلت عنها قبل فترة، وهي اللغم الذي سينفجر على الوهابية وهم لا يشعرون، كتلك الألغام التي يغرسونها في طريق المسلمين. ما هو اللغم؟ لغم علمي هذا. ما هو؟ أنهم أشاعوا في كل مكان أن الأشعرية يتوبون قبل وفاتهم، الأشعرية قبل أن يموتوا بدقيقة واحدة، ومر الرازي ومر أبو الحسن الأشعري ومر الغزالي ومر الجويني ومر مرة إلى أن وصلوا إلى النووي بن حجر وآخر شيء ابن عطار، وما أدري ربما أنا يتوبوني قبل أن أموت، لعلي أتوب، لا أدري، الله تعالى أعلم. ما هو اللغم الذي ينفجر عليهم؟ أنك تجد كثيرا من الأشعرية إن صحت الرواية عنهم قبل وفاتهم، إن صحت الرواية وأغلبها مشكوك فيها، إن صحت فيقول: أنا رجعت إلى مذهب السلف. هو يعتقد الوهابي المسكين، ما هو؟ أنه رجع إلى مذهب السلف، يعني مذهب ابن تيمية. لا يا أخي، هذا غش غش. مذهب ابن تيمية ليس مذهب السلف. لما يقول لك الرازي أو الجويني أو الغزالي أو أي أو حتى ابن حجر وحتى النووي وحتى ابن عطار وحتى نحن، إذا قلنا رجعنا إلى مذهب السلف، المراد به رجعنا إلى طريقة التفويض التي هي السكوت وعدم التفسير، وهذا وارد جدا، كلنا معرضة لهذا، وهو اختيار ليس ملزما. كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. سمعت من شيوخ أخونا من شيوخنا رضوان الله عليهم يقولون: لو قال الناظم رحمه الله: وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيها، لكان أفضل، لأن التفويض هو الأصل. فلا الجويني رحمه الله قد ترك الأشعرية ولا الغزالي ولا أي شيء. الأشعرية هي مذهبان كل منهما حق صحيح
لا غبار عليه، إما تفويض وإما تأويل. هذا كلام الكلام العام. بالنسبة لي العبد الفقير أختار ما اختاره حجة الإسلام الغزالي في أواخر حياته، حتى قيل قبل أسبوعين ثلاث من وفاته، في كتابه الجامع العوام عن علم الكلام. ما هو الآن تبت أعلن هذا، هذا الأشعري أعلن توبته، رجع إلى قول الغزالي. الغزالي في الجامع العوام يقول لا يوجد مذهبان بل هو مذهب واحد. ومقولة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم غير صحيحة. لماذا؟ يقول لهذه تفترض أن في المسألة أكثر من مذهب وهو مذهب واحد، تأويل إما إجمالي أو تفصيلي. وأيضا أعتمد، ويعجبني ما قاله الإمام العلامة ابن دقيق العيد في أن النصوص إذا كانت من المجاز الشائع فيجب التأويل، مثل تجربة أعيننا لا تجد عاقلا من عقلاء السلف إلا يفهم منها الرعاية، أو كان من المجاز النادر مثل ماذا؟ الأشياء يعني يلقي فيها الجبار قدمه ونحو ذلك، هذا مجاز النادر، فالأحق أن تقول أمرها كما جاءت ولا تخوض فيها. وإذا كان بينهما مثل الرحمن على العرش استوى، هذه مثلا التمثيل من عندي حتى لا يأتي واحد كما يلعب الوهابية، بحثنا في كتاب ابن دقيق العيد عند سيدنا جوجل وسيدتنا الشاملة فما ذكر كلمة استوى ولا نعطي مثال من عندي يا بابا، مثل هذه قضية لما قلت ابن عبد الوهاب يكفر الصوفية. كثير من صبيان الوهابية جاء انظر هذا الذي يفتري ويكذب وكذا، أبو جهل أبو لهب ما ذكر، يا أخي ذكرت لك أمثلة، حينما يقول من كفار قريش أو من أهل الجاهلية هذا الذي يعنيه، ها قال لكنه لم يذكر كلمة الصوفية، ما هو يسمي الصوفية قبوريين هذا المسكين، لكن الوهابي يريد ماذا؟ كما هي بلفظها ظاهرية. نعم، فابن دقيق العيد قال هذا التقسيم الجميل، مجاز شائع اسلكه، مجاز نادر توقف، بينهما الخلاف فيه خلاف في مسألة اجتهادية، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، أيضا من عندي الأجر والأجرين، هذه تفسيرا لكلام الشيخ ابن دقيق العيد. فلا يوجد لا تأويل ولا تفويض، هما مذهب واحد. ورضي الله عن الجميع وأخذ عن جميع أمة الإسلام وأخذ دعواني الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.